عليكم ورحمة الله وبركاته. تناولت الصحف الأوروبية بعنوان ويمن فرانش، المرأة الفرنسية، شنو سالفتها المرأة الفرنسية؟ أخذت جائزة أوسكار؟ نعم. شلون أقول لكم شنو؟ شاب عربي من اللي راحوا لجوء ولا مهاجرين، زمن الأكبر اللي خلاهم يروحون هناك، يبحثون عن العيش الكريم، يبحثون عن الاستقرار اللي حل بلدهم من مأساة، ولكن بعون الله تنفرج على الجميع وترجع المغتربين إلى بلادهم. ولكن ضاع تليفونها، دور تليفونها يمين يسار مخباته ما لقته، ما في إلا هذا الشاب العربي، فقط هو العربي بينهم، فهو السارق. واتهمته وجدامهم الناس استغرب، شوف ردة الفعل شنو كان، فتشت ملابسه، فتشت جنطته، ما لقت شيء، ولكن بالأخير فتشت جنطتها، تأكدت لقت تليفونها بالجنطة، وكان ردة الفعل قاضبة من بعض الموجودين، ولكن اعتذرت للشاب والشاب رفض اعتذارها. صج عجوز النار عجوز الشمطة، أنتم يا القرب تتهمون العرب بالسراق وأنتم